السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم في الفيديو ده هحاول أخد معاكم لفة على النبات النادرة اللي عندي كلها، بحيث إن إحنا في فصل الشتاء، يعني لقيت معظم الناس بتتخوف أو عندها هواجس من زراعة النباتات الاستوائية النادرة زي البن، زي الجاك فروت، زي القرفة، زي الحبهان وغيرها من الأشجار اللي هنفوت عليها كلها النهاردة، واللي هي كلها عندي واللي من على أرض الواقع أنا مربيها. وأقول لكم إحنا في فصل الشتاء والدنيا ساقعة، وأنا واقف في الساعة وإيدي مخشمة من الساعة. أوريكم النباتات دي شكلها إيه، وهل بدأت تكيف نفسها مع الجو ولا لأ، والكلام ده كله. طبعا طرق التربية وطرق البتاع دي كله، كل شجرة من دول هوريها لكم، وأنا عامل لها فيديو عشان بس الناس ما تتعذرش معايا، انا عامل ليها فيديو. فخلينا بعد الفاصل نمشي معاكم شجره شجره، زي اول شجره قدامنا دي، ونعرفكم ونوريكم النباتات صحتها عامله ايه، وهل هي بقى خلاص اتمشت مع الجو زي اي نبات نادر، زي اي نبات استوائي مثلا زي المانجو دي. اهي شجره المانجو، ما نبات استوائي يا جماعه، وتماشى مع الجو وخلاص وخد وضعه والدنيا بقت جميله والكلام ده كله. فهل النباتات النادره بقى اللي انتوا خايفين منها كلها، هل خدت وضعها برضو مع الجو بتاعنا، وبدات حتى فصل الشتاء بقى يفرق معاها، وزي ما انتم شايفين الشجر بصحه جيده. فبعد الفاصل نوريكم كل شجر على حده، فتابعوا معانا. هو الذي مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وأول شجرة معانا الجاك فروت. حجم الشجرة يا جماعة هي وصلت، يا إيه بقت أطول من متر. أهي بصوا من أولها، أهي أهي يا جماعة بصوا كده، أهي بقت أطول من متر. نيجي نقرب من الشجرة يا جماعة، إحنا في فصل الشتاء وإحنا في عز الشتاء، والشجرة بتجيب نموات جديدة. أهي أهي بصوا يا جماعة، بتجيب براعم ونموات جديدة. اهي الورق بتاعها بصحة جيدة، اهو اهو يا جماعة، اهو لا محمر من الساعة ولا متأثر بالساعة ولا الكلام ده. اهو يا جماعة الورق قدامكم، مفيش حد، دي شوشة الشجرة، دي شوشة بتاع الشجرة، المفروض اكتر منطقة بتتأذى من الساعة، يعني الساعة مأثرة عليها، يعني التأثير يعني مش قوي. والشجرة دي لعلمكم مفيش حاجة فوقها الا النخله فوق هناك، يعني هي منها للسماء. اهي بصوا يا جماعه، منها للسماء اهو على طول، اهو انا بنزل اهو منها للسماء. البن هو اللي بيتزرع، لازم يبقى في حاجه فوق منه تضل منه، ما ينفعش يشوف حراره الشمس كده مباشره في الصيف، تمام. ده شجره البن. اللي جاك فروت مش قوي، مش زيه، لان الجاك فروت بعد كده بياخد، لما بياخد وضعه خلاص بيكبر بقى زي اي شجره، تمام يا جماعه. فالشجره ماشيه تمام. خلينا نروح لشجره ثانيه، نروح للبن. خلينا نروح للبن، انا كنت اروح للقرف الاول، لا خلينا نروح للبن الاول، فخليكم معانا. وادي يا جماعه احنا وصلنا كده لشجره البن. شجره البن قدام حضراتكم اهي، هي كان فيها بذور على فكره، لان هي بتطرح مرتين في مصر هنا، هي بتطرح مرتين، هي بتثمر مرتين، عشان بس تبقوا معايا، هي بتثمر مرتين اهي، لسه فيها بذور بقى هين. انا كنت انا جمعتها على فكره، البذور اللي انا زرعتها في الفيديو اللي فات لسه جامعها، لان بذور البن زي ما انتم عارفين ما ينفعش تتركن، ما بتطلعش. طبعا هي فوقها ادي نخلة بلح، وادي نخلة زينة اللي هي ايه، اللي بيقولوا عليها النخل البشتردة او الواشتجونيا، تمام يا جماعة. اهي استغرب حالة جيدة، مفيش اي تأثير للساعة خالص هون، تمام يا جماعة. اهي بتجيب نموات جديدة، اهي بتجيب براعم ونموات جديدة هين. احنا في فصل الشتاء دلوقتي، والله انا الجو عندي هنا، احنا الجو عندنا هنا يا جماعة، بصوا اطراف الواحد ناشفة من الساعة. وادي الشجره بالتالي قدامكم اهي، من اول الجدره اهي، اهي يا جماعه ادي من اول الجدره اهو لحد ما انا طالع كده، اهي الشجره اهي كلها نموات جديده.
والشغله بتثمر عندي كويس جيده جدا، يعني على الخدمه، على الخدمه وعلى الرعايه اللي انا قايلها لكم في الفيديوهات بعد كده. يعني هحاول احط لكم الفيديوهات دي كلها في رابط الوصف بتاع كل شجره من دول، هقولها على الرعايه والعنايه اللي انا قلتها للشجره دي. الشجره ماشيه عندي تمام، وعلى فكره هتجيب بذور جديده اهي. ده الحاجات دي، دي يا جماعه بشير بذور، دي اسمار جديده اهي، ده هتجيب اسمار جديد. بس هي بتظهر، انا عندي شفتها لحد دلوقتي ظهرت عندي مرتين، يعني ميعاد التزهير قصدي بيبقى مرتين، مره في الربيع زي الاشجار كلها هنا في مصر، ومره في الصيف ظهرت وجابت بذور جديده. تمام يا جماعه، ادي شوشه الشجره اهي، هي دي كلها نموات جديده اهي، لسه طالعه اهي، دي نموات جديده ودي ورقه جديده، لسه منتج اهو. تمام يا جماعه. وبعدين يعني ده كمان، ده انا يعني سبت يعني في قصب كان مزروع هنا فعمل لي خلف، طلع لي جنبها هون، لسه يعني لسه ما نضفتش جنبها كمان. النخله البشطرده او البشتغونيا دي وقعت لي بذور، طلعت لي كذا نخله هنا جنب برضه، احاول اقلعهم من جنب، احاول اشيل الزحمه دي من حواليها لان حواليها اتزحم برضه، وشوفوا هي برضه بصحه جيده، ما همهاش الظروف ولا الحاجات. ومن حسن الحظ ان الشجره الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، في نعمه من فضل من عند ربنا، مفيش امراض اي جت امراض للثمار. تمام يا جماعه، خلينا نروح لشجره ثانيه، نروح للقرفه، خلينا نروح للقرفه، القرفه اقرب حاجه مننا هنا، نروح للقرفه، فخليكم معانا. وادي يا جماعه احنا وصلنا لشجره القرفه، ما بعد بس شويه عنها اهو، ادي شجره القرفه اهي. تمام يا جماعه، اهي اهي، شايفين شايفين الشجره قد ايه، ادي شجره القرفه دي كانت مهدأة ليا من احد يعني الناس اللي عز عليا جدا، يعني اهداني بيها، وكان اهداني بيها شجره كبيره برضه، يعني كانت اصغر من حجم ده شويه قليلا. تمام يا جماعه، وزرعتها منها يا منها للسماء على طول. هيبصوا يا جماعه اهو، انزل انزل اهي شجره القرفه منها للسماء، مفيش حاجه، مفيش جنبها شجر برتقال اهو. تمام، اللي في حاجه بتضلل عليها ولا في، عشان بس مش عايز كلام كتير. ودي شجره القرفه، عشان ما حدش يجي يقول لي ده مش، دي مش القرفه، لان في ناس في لقيتها في الكبله في الفيديوهات، لا والله العظيم هي القرفه، انا مش طالع اضل الناس ولا حد في الفريق بتاع القناه بتاعتنا طالع يضل حد، سواء الناس اللي بتشرح بيطري، سواء الناس اللي بتشرح انتاج حيواني، سواء الناس اللي بتشرح، انا بشرح مثلا النباتات الطبيه والعطريه، اللي بيشرح البساتين، اللي بيشرح المحاصيل الحقليه، كل الناس طالعه، طالعين لخدمه الناس بس. القناه دي والله متفعل على ربح، مش طالع مثلا طالع اعمل فيديو عشان بس اخد قرشين منه ولا حاجه، لا، عشان بس انا يعني عشان بس الناس اللي كلامها كتير، هي دي والله شجره القرفه. تمام يا جماعه، اهي الشجره اهي. خلينا بقى في المهم اللي احنا عايزين نقوله، الشجره مثلا اهي جايبه ورقه جديده اهي، احنا في فصل الشتاء اهو، والشجره ساقعه، يعني انا ماسك الشجره، الشجره بصوا يا جماعه تلج اهي، جايبه نموات جديده اهي، بصوا يا جماعه جايبه نموات جديده. يعني اللي عايز افهمه لكم يا جماعه، يعني هو مثلا الاشجار الاستوائيه وخط الاستواء ما بيجيش فيه عند شتاء خالص، يعني في حته في الدنيا بيجيلها الشتاء يا جماعه؟ بس اسمعوا مني، جو مصر مناسب وملائم لنمو جميع النباتات، ما عدا بعض النباتات طبعا اللي بتحتاج لعنايه فائقه، بس يعني معظم النباتات ومعظم النطاق النباتي جو مصر مناسب ليه وملائم ليه، عشان بس يا جماعه ما حدش يضحك عليكم. فدي شجره القرفه اهي، نيجي بس للحق من تحت اللي هو بيتشال اهو، اللحاء اللي هو بيستخدم في القرفه، الشجره دي صغيره لسه طبعا، ما فيهاش حاجه من اللي هي تتشال تتعمل ايه؟ تتعمل قرفه، الا حاجات بسيطه، ودي يعني دي ما بتستخدمش في عمل القرفه، الحاجات اللي زي كده اهي. بصوا يا جماعه، ده بعد كده بقى هيكبر، هيبقى هو اللي هيعمل القرفه اهو، هيبقى هو ده اللي هيعمل لي القرفه. تمام يا جماعه، اهو ده اللحاء بتاعها من تحت اهو، ده جسم الشجره اهون اهي يا جماعه، الشجره اهي من اولها لاخرها اهي لحد ما اطلع للشوشه اهي يا جماعه. اهي شايفين الشجره جايبه نموات جديده، الشوشه طبعا عاليه، شايفين عاليه ازاي، مش هعرف اتنيها طبعا انها تتكسر، مش هعرف اتنيها. اجيب لكم بس اوريكم الورق من فوق، يعني اكتر ورق الساقعه طايلاه، والله ما هعرف اجيبه لكم، بس يعني بس هنقول الاوراق اللي في الاطراف دي اهي، احنا شايفين مفيش تاثير اي ساعه، مفيش الكلام ده، الشجره بصحه جيده قدامكم اهي، اهي يا جماعه شوفوها بشكل اوضح، اهي الشجره بصحه جيده جدا. تمام، خلاص نسيبنا من شجره القرفه، احنا خلاص وريناكم شجره القرفه. نيجي مثلا في من الاشجار برضو المشهوره شويه، الباباز ده جنبي على طول اهو،
ببص يا جماعة، ما هو النبات استوائي وبيطرح هنا في مصر، بيطرح بسم الله ما شاء الله، يعني طرح عجب هنا في مصر. تمام، ده من ضمن يعني الباباظ من ضمن. طيب نسيب الباباظ ونروح لحاجة تانية برضه، نروح لحاجة مشهورة اسمها الكازميرو. ادي يا جماعة دي شجرة الكازميرو اهي، شايفين كده يا جماعة، دي شجرة الكازميرو. بصوا يا جماعة كده، هي فيها على فكرة فيها طرح، هيا انا شايف فيها طرح فوق، هيا شايفه بعيني، انتوا بس انتوا مش هتشوفوه الشجرة عادي. انا كنت مصور لكم فيديو فيها طرح زمان، الحاجات دي كلها يعني هحط لكم في رابط الوصف ان شاء الله. ثانية واحدة يا جماعة، ثانية اهون، اهي الازهر اهي، ايوه بصوا. وبتجيب انتاج وفير هنا في مصر يا جماعة على فكرة، وبالمناسبة ما بيجيلهاش اصابات بأي امراض. تمام، وطعمها كويس. يعني انا سمعت ناس قبل كده يقول لك النباتات الاستوائيه لما تنزل على مصر زي البن والشاي والكلام ده، يقول لك مش هيبقى فيها نفس المواد الفعاله. هو نفسي اعرف، ولا هي المواد الفعاله اللي في النبات مرتبطه بموطنه الاصلي؟ ده الكلام الفارغ ده. هو في نبات اصلا في الدنيا بحالها احنا عارفين موطنه الاصل ايه؟ هو ربنا خلقه، ما بيطلعش الا في الهند مثلا لوحدها، ما بيطلعش الا في البرازيل لوحدها، ما بيطلعش الا في اليمن لوحدها. طب ما اليمن بيزرعوا البن مثلا يعني، وما كانش البلد الاصليه يعني. يا جماعه انا بقول، والناس دي المشكله انها اساتذه كبيره، يعني ناس اساتذه وناس دكاتره، المفروض يقولوا كلام، يعني يقولوا كلام يتعقل، يعني يقولوا كلام ما يحطش حتى من مقامهم لعلمهم. يعني ارجو اللي يتكلم يديني مستند علمي، او يديني اسلوب علمي يتكلم بيه، ما يقولش وخلاص. يا اخي في ناس عايزه تجرب تزرع البن، شجعهم يزرعوا، احنا نشجع يا جماعه. انا بقول لكل واحد لكل الزراعيين، لكل بتوع انتاج الحيواني، يا جماعه شجعوا الناس. ايوه واحد عايز يزرع بن، يزرع يا عم، ايه المشكله، يزرع يا عم. البن ما بيتزرعش لوحده، بيزرع مثلا، يزرع مانجا ويزرع تحت بن. احنا لازم نشجع بعضنا، ما كناش نشجع بعضنا مين اللي هيشجعنا؟ تمام، ننقل على شجره تانية فتابعونا. جينا يا جماعه عند شجره تانية اهي، دي اسمها شجره الميكاديميا. شجرة المكاديميا اهي، بصوا يا جماعة اهي يا جماعة، شجرة المكاديميا. تمام يا جماعة، اهي شجرة المكاديميا. تمام، الشجرة دي بقى هنا، وهبدأ اقول لكم بكل امانة وبكل صدق زي ما انتم متعودين معايا، ان انا بنقل كل حاجة بامانة وصدق. بصوا يا جماعة، الشجرة هتتأثر شوية بالساعة، تمام، هتتأثر قليلا بس، هي يعني انا شايف انها مش متأثرة، بس هي برضه يا جماعة دي زي البن بتحتاج يزرع شجرة فوقها، ودي من الأخطاء الفنية اللي أنا وقعت فيها أنا كراجل في المجال. تمام، يعني مفيش حد معصوم من الغلط وارد. يعني أنا خدت التجربة بتاعتها، لأنها كانت مزروعة في الكلية اللي أنا كنت بدرس فيها. كانت مزروعة في الكلية بتاع الزراعة اللي أنا كنت بدرس فيها. تمام يا جماعة، فأنا شفتها شجرة كبيرة مزروعة منها للسما على طول كده زي أي شجرة، زرعتها. هي وسط اشجار برتقال بس، هي يعني مفيش ايه، هي وسط اشجار برتقال مفيش حاجه فوقها بس، يعني هي اشتغلت، هي اشتغلت وعليت هي بس. الامانه العلميه هي اشتغلت عشان مثلا في شجره البرتقال دي كانت بتضل عليها، وممكن الشجره دي كانت بتضل عليها، يعني هي في ظل اشجار ثانيه، في اشجار هنا، في شجره منه قريبه من هنا. تمام يا جماعه، ثانيه واحده هنروح عندها واوريها لكم، ضعيفه نوعا ما. جينا عندها يا جماعه، الشجره دي برضه مزروعه منها ايه، منها للسماء، بس مفيش حواليها اي اشجار، يعني الاشجار بتبعد عنها شويه، ده للاسف الشديد. فانت شايفين هي لسه بدات خلاص تتعود على الجو، وكانت بدأ لسه تكبر، هي ما كانتش كبرت، هي كانت ايه، الجو مزعلها. تمام، لان مفيش حاجه مضلله فوقها. فالشجره دي وهي في سن صغير، بس وهي في سن صغير بيحتاج يتضلل عليها من الشمس المباشره، ما بتحبش تشوف الشمس مباشر، وهي في سن صغير بتحتاج ان اظلل عليها، هي ما بتحبش تشوف الشمس مباشره وهي في سن صغير. شجره المكاديميا، شوفوا شكلها كويس اهي، وانا كنت اعمل فيديو عنها برضو، والثمار بتاعتها كنت موريها لكم برضو في الفيديو ساعتها. ففي الفيديوهات دي كلها برضو هحاول احطها في رابط الوصف. تمام، فهنسيبنا من شجره المكاديميا وهنروح نشوف شجره ثانيه غيرها برضو، وتبقى اخر شجره معانا ان شاء الله، لان مش هعرف نكمل اكتر من كده، كفايه الشجره، لان الفيديو بقى وقته 14 دقيقه. فهوريكم اخر شجره معايا النهارده، شجره الفجوه، فانتظرونا هوريها لكم اهي.
نيجي يا جماعة اهو جينا عند شجرة الفجوة اهي، شايفين يا جماعة؟ بصوا يا جماعة كده، اهي يا جماعة دي الفروع بتاعتها اهي، تمام كده. بصوا يا جماعة اهي، دي شجرة الفجوة، هي تشبه يعني تشبه شجرة الزيتون يعني، بس مش قوي يعني. فهي الشجرة اهي بكل معالمها قدامكم اهي، تمام. بصوا يا جماعة كده اهي يا جماعة، احنا بس دلوقتي في ال احنا خلاص المغرب كان جدا، فانا بنور بالكشاف معايا عشان بس النور يعني الفيديو يبقى منور، تمام يا جماعة. فاشوف الورق كويس اهو، الشجرة بصحة جيدة، مفيش أي حاجة يعني، أنا مش شايف على الشجرة، الشجرة دي بالذات مش شايف عليها أي حاجة. هي يا جماعة على فكرة هي خليط ما بين الزيتون وما بين الجوافة، يعني هي تشبه لحد كبير الجوافة والزيتون في ده في الشكل. الثمار بتاعتها بقى بيبقى زيها إيه؟ الثمار بتاعتها بتشبه لحد كبير، بيبقى طعمها ما بين الموز وما بين الجوافة، ده الثمار، طعم الثمار. أما شكل الثمار هحط لكم بقى في رابط الوصف في الفيديو اللي كنت عامل فيديو عنها وهي كان فيها الثمار، واوريكم الثمار بتاعتها كان شكلها ايه. هي طرحت، هي بدأت تطرح عندي الحمد لله، بس هي طرحها مزعلني شويه، لان هي برضه بتحتاج من الاشجار اللي بيحتاج حاجه تضل عليها، اذا جه الحر بيوقع الثمار، ودي المشكله الكبيره. ان انا برضه خدت التجربه، لان كان في نفس الكليه اللي كنت بدرس فيها شجره زي دي، وكانت كبيره في السن، بس دي كبيره كانت خدت على الجو بقى، تكيفت مع الجو. فللأسف أنا زرعتها منها للشمس على طول، ف كان نمو خضري بتجيب نمو خضري كويس، تمام يا جماعة، كان نمو خضري بتجيب نمو خضري كويس. أما كان نمو ثمري لأ، يعني ما النمو الثمري فيه درجة حرارة الشمس المباشرة ما ادتنيش نمو ثمري كويس، تمام يا جماعة، تمام. ان شاء الله تشوف الفيديو بتاعها وتشوفه، انت اوريك كل النباتات هي، كل النباتات بصحه جيده هنا في مصر، تمام يا جماعه. ادي الشوشه بتاعتها اهي، تمام، دي اللي هي شوف، شايفين يا جماعه الشوشه فيها حاجه قدامكم اهو، الورق بصحه جيده تماما اهو، الورق بصحه جيده اهو، كل الشوشه كلها ورقها بيبرق، شايفين يا جماعه؟ مفيش حاجه احسن من كده، الشوشه كلها ورقها بيبرق اهي، ده اللي دي الساقعه المفروض نازله عليها على طول، والصقيع نازل عليها على طول، دي اكتر حته معرضه للصقيع، تمام يا جماعه، تمام. ففي نهايه الفيديو سلام لكم جميعا، وسلام لكل مشتركين القناه الجداد، كل المشتركين القدامى. حبيت بس اوريكم معظم النباتات النادره، ان ازاي انتاجها كويس، وان ازاي هي مستحمله الجو. ده كان فيديو تشجيع لكل اللي عايز يزرع، بقول له ما تخافش احنا معاك. ويا جماعه اللي عايز يزرع، اللي عايز يزرع الرقم بتاع الواتساب هنسيبه تحت، هات الشتلات من مطرح ما انت تحب، هات الشتلات من مطرح ما انت تحب، احنا هنيجي نزرع لك ونوقف لك يا عم مش عايزين مقابل، احنا مش عايزين مقابل، احنا بس بنشجع الناس، احنا عايزين الناس تزرع كل حاجه، وعايزين كل حاجه تبقى موجوده بما انها تنفع في بلدنا، ليه ما نزرعش؟ ليه نستورد؟ احنا عايزين نخدم بلدنا. ففي الختام سلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشكركم.